وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا موجودين داخل محل سنابل الروضة للمواد الغذائية، ومعانا سعادة الأستاذ أنس محمد. أهلا وسهلا بك سيد أنس. أهلا وسهلا سيدي. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شرفتونا يا سيدي. شرف لينا طبعا. سيد أنس، فينا نخبر السادة المشاهدين عن كيف انطلاقتك العملية كانت داخل دولة الإمارات؟ إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله أنا في بداية الحمد لله رب العالمين انطلقت يعني في أبوظبي، كان بدايتي الحمد لله رب العالمين، وكان مشروع ناجح يعني الحمد لله. كان العمل في مجال توصيل منتجات للمطاعم، والحمد لله رب العالمين توسعنا، صار عندنا يعني مثلا كمان مواد غذائيه صرنا نجيب نستورد من البلاد، من سوريا من تركيا، والحمد لله رب العالمين امور بخير، ومنتجاتنا الحمد لله في متناول الجميع، ومنتجاتنا كويسه الحمد لله. انت تواجدت داخل دوله الامارات من امتى؟ كيف كانت بدايتك؟ جيت من سوريا متخصص ولا؟ والله انا اجيت من سوريا بدايه 97 الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين يعني انشات هاي الشركه يعني تقريبا صار شيء 15 سنه تقريبا، والحمد لله رب العالمين بتوفيق يعني الحمد لله عائله الكريمه هون، الحمد لله رب العالمين طلعنا ومستمرين الحمد لله في النجاح، وان شاء الله يعني متوقعين ان شاء الله نفتح افرع ثاني جديده ان شاء الله في ابو ظبي ان شاء الله، وفي العين ان شاء الله المنتج ان شاء الله يكون فرع جديد اذا الله راد. لكم التوفيق سيدي كريم. الله يسلمك. طيب احنا دلوقتي داخل محل سنابل الروضه للمواد الغذائيه، احنا ما شاء الله شايفين عندكم منتجات كثيره، شايفين في جبن، شايفين في مكسرات، زيت زيتون، زيت زيتون، حاجات كثيره، زواتين، مقدوس، كل هاي موجوده عندنا الحمد لله رب العالمين. خبرنا اكثر عن الخدمات اللي انتم بتقدموها. نحن عندنا الحمد لله رب العالمين عندنا المنتج الاول زيت زيتون، يعني الحمد لله كثير يعني بيوثقوا فينا هون الزباين، وعندنا يعني بيع كثير في مجال الزيت والزيتون، وانا ما بخطئ يعني بجيب نوعيه، ما بجيب غير نوعيه الجيده للزباين، ما بجيب اي نوعيه الحمد لله رب العالمين، ومعروفين نحن هون في دوله في العين الحمد لله رب العالمين بانتاج الزيت، هو بنجيب من سوريا دايركت لهون، وفي عندنا زواتين كويسه واجبان، هلا حاليا عندنا اجبان قليله الملح انتاج الامارات، ونحن هون موزعينها في العين، منتج اماراتي 100% من حليب طبيعي، يعني مثل جبن العكاوي، جبن حلوم، جبن نابلسي، جبن جرشي، هاي كلها هاي موجوده عندنا، وملح خفيف جدا وطعمه لذيذ جدا الحمد لله رب العالمين. هلا نحن دخلناه هون على على الفرع عندنا في العين ما شاء الله. يعني انتوا في حاجات بقصدي حضرتك على تبلغها لنا، ان في حاجات انتوا بتعملوها انتاج محلي، وفي حاجات برضه بتجيبوها استيراد. نعم موجوده، هاي صنفين موجود، في محلي وفي انتاج سوريا. ده باشرافكم الشخصي طبعا وباشراف حضرتك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نشكر الله. لكم التوفيق سيدي كريم. حاليا عندنا صار منتج جديد في محلنا سنابل الروضة المواد الغذائية، هو عبارة عن جبن عكاوي وجبن نابلسي وجبن حلوم، وهذا المنتج يعني عبارة عن حليب طبيعي انتاج اماراتي، حليب بقري طبيعي 100% وملحه خفيف جدا، يعني اكترية زباين عم يتطلب هذا المادة من الجبن الملح خفيف. شو رايك اخي الكريم؟ ملح خفيف وطيب فعلا طيب الحمد لله، منتج جدا طيب، منتج يعني رائع. انا بنصح اي شخص يجي يجرب عندنا الجبن العكاوي او الحلوم او النابلسي، هذا جاهز الاكل، ما في داعي لا تغليه، جاهز الاكل ولا مي ساخنه ولا مي ساخنه، عباره عن يعني بيجي عبوات، طبعا عندنا عبوات تجي كيلو ونص، هاي مسنره، تجي عبوه مسنره كيلو ونص ملح خفيف، في منا بيجي منا جبن عكاوي طبعا كمان كيلو ونص، وفي جبن حلوم، وهذول كلهم منتجات من حليب طبيعي 100% حليب بقري طازج طبيعي 100% انتاج محلي، لا انتاج محلي، في نحن متعاملين متعاقدين مع منتج مع معمل من في دولة الامارات، ومنتج طبيعي 100% وجبني جدا طيب. انا بنصح اي شخص يعني بحب الملح او الجبن الملح خفيف يتفضل لعنا، واسعار جدا
كويسه يعني الحمد لله 400 ارخص من اي محل في دوله الامارات. هاي الفتره من عمان؟ لا هاي الجبنه، هاي الجبنه هاي مسنره، وهاي جبنه عكاوي عباره عن هلا انا هاي اي مسنره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، شرفتونا. تفضل اخي. هاي جبن عكاوي، جبن نابلسية، ملح خفيف، إنتاج إمارات. ويوجد لدينا في محلنا سناب الروضة مواد غذائية زيتون أسود إنتاج لبنان، طيب وملح خفيف. كما يوجد لدينا زيتون أخضر إنتاج لبنان جدا رائع. وعندنا يعني أنواع متعددة من الزواتين السورية متعددة، في زيتون أخضر وفي عنا زيتون أسود. وطبعا لدينا هلأ منتج جديد الحمد لله، يعني هذا وصل لدينا جديد، صاروا توم مشوي بالأعشاب، توم مشوي بالأعشاب ليس له رائحة، وتوم بالشطة. كما يوجد لدينا قسم محمصة وعبارة هو عن بقوليات من الفستق الحلبي واللوز والكاجو المتنوع والبذورات. ولدينا قسم خاص للتمور، لدينا تمر مجدول فلسطيني وتمر سقعي سعودي وتمر رطب سكري سعودي. الحمد لله 400. وعندنا من إنتاج سوريا زي زيتون طبيعي 100%، ونحن متخصصين في الزيت الأصلي، الزيت طبيعي ومنتج طبيعي 100% وعصر على البارد. كما يوجد لدينا مقدوس طبيعي 100%، مقدوس طبيعي وإنتاج يعني بيتوتي، قائمين عليه الحمد لله بأنفسنا. لدينا العديد من المنتجات السورية المحلية من حلاوة البرج، ولدينا زعتر ناصر، وعندنا طحينة طبيعية 100%، طحينة طبيعية، دبس رمان، كما لدينا دبس رمان أنواع عديدة، دبس رمان بلودان، دبس رمان يمال الشام. منتجات الدرة من ورق عنب لمنتج مربيات، أسعار كويسة جدا. طيب انت شايف حضرتك الخطة المستقبلية اللي ممكن تعملوها الفترة القادمة، تجيبوا منتجات تفتحوا فروع، خبرنا ايه اللي في دماغك مثلا بعد 5 سنين. والله انا ناوي ان شاء الله يعني افتح مثل يعني توزيع للزباين عن طريق التوصيل يعني مجان البيوت، وهاي انا ماشي فيها ان شاء الله، والحمد لله 400 عندي يعني الحمد لله زباين هون في العين، وعم احاول يعني مثلا اوسع لابو ظبي، في عندي توصيل بس لكن عن طريق شركه توصيل بوصلون اياها، وهلا لكن في العين عندنا هاي الخدمه التوصيل مجانيين للبيوت. طيب احنا شايفين دلوقتي في دوله الامارات طبعا وفي العالم كله موضه العصر كما يطلقون عليها فيروس كورونا، انتوا هنا ايه الاحتياطات اللازمه اللي انتوا متخذينها عشان يبقى في امن وسلامه للكاستمر اللي بيجي يتعامل معاكم، من منتجات من توزيع من كل حاجه؟ والله الحمد لله يعني عندي انا كثير يعني بهتم بهاي النظافه، يعني الحمد لله يعني كثير عم تيجي بتفوت لعندي على المحل، يعني ما بتوقع تكون هذا المحل بالصناعيه، الحمد لله يعني على طول تنظيف كل يوم ظهر مساء، عندما مسكر المحل كله هاي يكون الحمد لله 400 نظافه يعني دائمه عندي. والحمد لله عندنا متبعين نحن نظام يعني مثلا تعقيم الايدين، الغسيل، كل هاي موجوده يعني الحمد لله 400 وقائمين عليها يعني. برافو لكم، التوفيق سيدي. الله يبارك فيك يا رب. طيب سيد انس، اكيد قصه نجاح كبيره ومميزه زي دي كان ليك شركاء في النجاح، ممكن حضرتك تخبرنا مين كان هم الشركاء في النجاح اللي كانوا داعمين ليك من بدايه حياتك المهنيه؟ والله الحمد لله عندي انا يعني عائلتي الحمد لله على طول ان شاء الله معي، يعني بتنصحونا بينصحونا، وعندي الوالد والدي هاي دعاءهم هاي بكفي، الوالد والدي الحمد لله رب العالمين،
فضل دعائهم أنا مستمر بالنجاح إن شاء الله. ربنا يخليهم لك. وإحنا كبرنامج رواد النجاح بنشكر كل شخص كان داعم ليك طول فترة حياتك العملية والمهنية. الله يسلمك يا رب. طيب أكيد قصة نجاح برضو كبيرة زي دي لولا دعم وفضل الشيوخنا داخل الدولة ودولة أكيد نعم. ودولة أكيد. الإمارات بتدعمنا بالأمن والأمان بالاستثمار بكل حاجة خاصة بالأمان هنا. أكيد شو تحب تتوجه برسالة شكر إلى دولة الإمارات؟ والله الحمد لله أنا بشكر دولة الإمارات إنه استضافتنا، وبعتبرها يعني الحمد لله يعني بلدي الثاني إن شاء الله، وأنا مرتاح الحمد لله في دولة الإمارات، وقدمت لي كتير شغلات الحمد لله ربعي ما كنت متوقع يعني في بلدي، والحمد لله بشكر القائمين عليها وشيوخنا، والحمد لله رب العالمين، والأمن الحمد لله حاليا في الإمارات يعني هذا نعم كبير يعني. وهذا وفي تسهيلات الحمد لله رب العالمين، والحمد لله يعني انا بشكر البلديات في الامارات ورقابه الاغذيه والقائمين على التنميه الاقتصاديه الحمد لله بيسهلونا كثير شغلات الحمد لله رب العالمين، ومتعاونين جدا الحمد لله رب العالمين، وانا بشكر يعني كل العملاء والحمد لله رب العالمين، بشكر شيوخنا الحمد لله رب العالمين على اللي عم يقدموا لنا اياه الحمد لله في دوله الامارات، الموفر لنا الحمد لله هاي المواد يعني الحمد لله في متناول الجميع، واسعار الحمد لله كويسه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا كله بيرجع لفضل دولتنا الامارات الحمد لله. وشيخنا الله يحفظهم على نعمه آمين. الامن والامان نعمه الاستثمار. آمين. في نهايه حلقتنا احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ انس محمد من داخل محل سنابل الروضه للمواد الغذائيه. شكرا لقبولك دعوتنا، وشكرا لهذه الاستضافه الكريمه. الله يبارك عمرك. المعلومات القيمه اللي حضرتك وصلتها للمشاهدين. الله يبارك عمرك، جزاك الله خير. شكرا لك. في نهاية حلقتنا بنشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. دمتم في أمان الله.